صلوا على النبي الأول قبل ما نبدأ. دي محاضرة الانتربوليشن، وهتبقى آخر محاضرة إن شاء الله في النيوميركال. دلوقتي لو احنا عندنا الداتا اللي قدامنا ديت عبارة عن اكس واحد اكس اتنين اكس تلاتة والاف اوف اكس اللي هي الواي. قبل كده لما كان بيبقى عندنا النقط زي ما احنا شايفين كده، كنا بنحاول ان احنا نرسم خط مستقيم يكون قريب بقدر الامكان من النقط دي. اما اللي احنا هنعمله هنا هو عبارة ان احنا هنرسم كيرف بيمر بكل النقط فعليا زي ما احنا شايفين قدامنا هنا. طيب هو فايدة الكلام ده ايه اصلا؟ ان انا لو عندي نقطة اللي هي اكس ما بين دي ودي، دي النقط الاساسية، الاكس دي تقع ما بينه عن طريق البولونوميال او الكيرف اللي احنا جبناه ده، اقدر ان انا اجيب قيمة الواي. الاكس اللي عندي دي هي ما بين النقط، ما خرجتش بره النقطة دي، يعني مش قبلها ولا بعد النقطة اللي هي دي كده. طيب لو الاكس كانت بره هنا ده حاجة اسمها اكسترا بوليشن، طيب لو زي ما هي كده هنا جوه اللي هي انتربوليشن. تعال نشوف كده الفرق ما بين الانتربوليشن والكيرف فيتنج. الانتربوليشن هو عبارة عن كيرف أو البولونوميال اللي بتمر بكل النقط. الكيرف فيتنج لا، ده كيرف بيكون قريب بقدر الإمكان للداتا للنقط يعني. البولونوميال هنا الديجري بتاعتها بتساوي number of data minus one، يعني لو أنا عندي عدد الداتا 3 الديجري بتاع البولونوميال هيبقى 2. الحسابات هنا بسيطة مقارنة بالفيتنج، أما هنا البولونوميال الديجري بتاعتها لازم تكون أقل من number of data minus one. يعني لو الداتا هنا مثلا 3 الديجري يا إما هتساوي 3 يا إما 2. الحسابات هنا معقدة مقارنة بالإنتربوليشن. تعالوا نشوف المصطلح الجديد اللي اسمه Divided Difference. مبدئيا كده الطريقة اللي احنا هندرسها إن شاء الله هي عبارة عن Newton's Interpolation Polynomials. طيب إيه Divided Difference ده؟ لو انا عندي f of x 0 و x 1 و x 2 لغاية x n، الكلام ده هيبقى بيساوي ايه؟ f of x 1 مش 0 و x 2 كده لغاية x n ناقص f of x 0 لغاية مين؟ x of n minus 1 على مين؟ على x n minus x 0. قبل كده البولينوميال كنا بنعرفها عن طريق الكوفيشنت اللي هي مثلا زي a نوت a واحد a اتنين وهكذا. هنا لا، لو انا عايز اجيب fit polynomial of order اللي هي degree يعني n، يبقى لازم طبعا عدد ال number of data يبقى ايه n plus one. اعرف عن طريق ايه؟ b ب0 ب1 ب2 لهكذا لغاية bn، بيبقى ان هي f of n. طيب ال b0 هنا مثلا عبارة عن f of x0، ال b1 f of x0 x1، ب2 f of x0 x1 و x2، ب3 f of x0 x1 و x2 و x3. طيب يبقى ده الشكل بتاع ايه؟ الفيت بولونوميال of order n. البي زيرو ما قدامهاش حاجة هنا، البي وان مش هي وان، قدامها براكت واحد اللي هو عبارة عن ايه؟ اكس ناقص اكس زيرو. بي اتنين اتنين يبقى قدامها اتنين براكت، اكس ناقص اكس زيرو اكس ناقص اكس واحد. بي تلاتة تلاتة قدامها تلاتة براكت، اكس ناقص اكس زيرو اكس ناقص اكس واحد اكس ناقص اكس اتنين. لو احنا عايزين نعمل فيت لان اوردر بولونوميال قلنا الداتا بوينت هتبقى قد ايه؟ ان بلس وان. شكلها لو هي f of n يبقى لغاية ايه؟ bn.
بي زيرو ما قدامهاش حاجة، بي واحد واحد قدامها براكت واحد، اتنين قدامها اتنين براكت، ان قدامها ان براكت. هنروح نحسب البي زيرو بي واحد لغاية البي ان. طيب هو ده ايه اللي احنا بنجيبه ده؟ ده احنا بنعمل كالكوليت للفيرست فاينايت ديفايدد ديفرنس. تمام، البي واحد مثلا لو رمزنا اف اوف اكس اي واكس جي يبقى عبارة عن ايه؟ اف اوف اكس اي اهي ناقص اف اوف اكس جي اهي، بدأت اكس اي يبقى هنا اكس اي ناقص الاكس جي. السكند ديفرنس عبارة عن ايه؟ اللي هو باتنين اف اوف اكس اي واكس جي واكس كي، الاف بتاع اول اتنين اكس اي واكس جي تمام ناقص الاف بتاع ايه الاتنين دول اكس جي واكس كي اول نقطة ناقص اخر نقطة. البي ان احنا قلنا قبل كده لو اف اوف اكس زيرو لغاية اكس ان يبقى عبارة عن ايه؟ اف اوف اكس واحد لغاية اكس ان ناقص اف اوف اكس زيرو لغاية اكس ان ماينس وان على مين؟ اكس ان ناقص الاكس زيرو. طيب لما بنيجي نحل المفروض ان احنا الاسهل لينا ان احنا نعمل الجدول ده بزيرو اكس واحد اكس اتنين اكس تلاتة، هنحطها بالمنظر ده وهنسيب ما بينهم مسافات. الواي اللي هي اف اوف اكس اي، انا هتكلم على الواي اي يعني ككل، الواي زيرو اف اوف اكس زيرو، واي واحد اف اوف اكس واحد، واي اتنين اف اوف اكس اتنين، والواي تلاتة اف اوف اكس تلاتة. طيب لو انا عايز اجيب الحاجة اللي في النص دي، دي واي زيرو ودي واي واحد صح؟ تعال نجيب الدلتا، الدلتا دي الفرق يعني واي واحد ناقص الواي زيرو، ده عبارة عن ايه اصلا؟ اللي انا بجيبه ده اللي هو اف اوف اكس زيرو اكس واحد، ده مين ده؟ ده البي وان تمام، اللي عبارة عن ايه؟ اف اوف اكس واحد اهي اللي هي واي واحد ناقص اف اوف اكس زيرو اللي هي واي زيرو على مين؟ بدأت اف اوف اكس واحد يبقى اكس واحد ناقص الاكس زيرو، بما انها هي في النص هنا يعني الفرق ما بين النقطتين دول. طيب هنا مثلا دي ما بين ايه وايه؟ ما بين ده وده، هجيب الدلتا يبقى اف اوف اكس اتنين اهي ناقص الاف اوف اكس واحد يعني واي اتنين ناقص واي واحد، مش هي ما بين النقط؟ النقطة الكبيرة مين؟ اكس اتنين ناقص اكس واحد. طيب هنا ما بين الاتنين دول صح؟ اه، يبقى اف اوف اكس اتنين واكس تلاتة تمام. طيب ده دلتا فرق يعني عبارة عن ايه؟ اف اوف اكس تلاتة اللي هي واي تلاتة ناقص اف اوف اكس اتنين واي اتنين على مين؟ بدأت ب اف اوف اكس تلاتة يبقى اكس تلاتة ناقص الاكس الاتنين هي ما بينهم. تعالى هنا كده مثلا دلوقتي دي دلتا ودي دلتا صح؟ اجيب ايه المرة دي؟ هجيب الدلتا تربيع. طيب النقط اللي عندي ايه؟ اكس زيرو اكس واحد اكس واحد اكس اتنين، يبقى اكس زيرو اكس واحد، اكس واحد مش هكررها يبقى اكس اتنين، اكس زيرو اكس واحد واكس اتنين، ده عبارة عن ايه ده؟ ده عبارة عن اف اوف اكس واحد واكس اتنين ناقص الاف اوف اكس زيرو اكس واحد على مين بقى؟ اكبر نقطة هنا ايه؟ اكس اتنين، واصغر نقطة اكس زيرو. طيب هنا مثلا الفرق هجيب الفرق ما بين الاتنين دول، النقط عندي ايه؟ اكس واحد اكس اتنين، اكس اتنين متكررة خلاص يبقى اكس تلاتة، اكس واحد اكس اتنين اكس تلاتة، ده الدلتا تربيع واي. احنا هنرمز لها، هنبتدي بالواي زيرو يعني سواء هنا او هنا هنبتدي بالزيرو، احنا دايما هنبتدي بالزيرو سواء الدلتا او الواي او الاكس. طيب نرجع تاني هنا، الفرق ما بين الاتنين دول ال f of x 2 و x 3 ناقص مين؟ f of x 1 و x 2 على ايه؟ على النقطة الكبيرة x 3، النقطة الصغيرة ناقص x 1. طيب هنا مثلا مش دي فرق ما بين الاتنين دول؟ اه، دلتا تربيع ودلتا تربيع، يبقى الفرق ايه؟ دلتا مرفوع الباور 3، النقط مين؟ x 0 x 1 x 2 و x 3، x 1 و x 2 خلاص قلناهم هنا اهو. عبارة عن ايه ده الكلام ده؟ ده فرق، يبقى اف اوف اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة ناقص
اف اكس 0 اكس 1 واكس 2 على مين؟ اكبر نقطة اكس 3 ناقص اصغر نقطة اكس 0 اللي هي ديت. تعالوا نشوف كده المثال دوت. المثال ده عايز نجيب الناتشرال لوجاريتم للين 2. عندنا الداتا اللي قدامنا دي كده، هنقسمها اكس 0 واكس 1 اكس 2 اكس 3، هنا واي 0 واي 1 واي 2 واي 3. واحدة واحدة بقى كده، احنا قلنا هنجيب ايه؟ البيهات. الداتا دي عددها قد ايه؟ 4 صح؟ يبقى انا اجيب البولينوميال اوف ديجري كام؟ 3. اول حاجة البي 0 ده عبارة عن ايه؟ اف اوف اكس 0 صح؟ اللي هي دي الواي يعني بصفر، الواي 0 اللي هي بصفر. طيب تعالى نجيب البي 1 اللي هي عبارة عن مين؟ اف اوف اكس 0 واكس 1. اللي هنجيبها ازاي دي بقى؟ اف اوف اكس 1 اللي هي مين؟ واي 1 الرقم ده اهو، ناقص اف اوف اكس 0 اللي هو ايه؟ الرقم ده اللي هي الصفر، على مين؟ بدأت اف اوف اكس 1 يبقى ابتدي باكس 1 تحت، قيمة الاكس كام؟ 4، ناقص الاكس 0 بكام؟ بواحد اهو، كده جبنا البي 1. جبت اف اوف اكس 0 اكس 1، هات الاف اوف اكس 1 واكس 2، خلصت وجبتها هات الاكس 2 واكس 3. تعال نشوف اف اوف اكس 1 واكس 2 اف اوف عبارة عن ايه؟ اف اوف اكس 2 ناقص اف اوف اكس 1. فين اف اوف اكس 2؟ المين؟ الرقم ده اللي هو 2 يعني اهو، ناقص اف اوف اكس 1 الرقم ده اهو، على الاكس 2 الستة، ناقص الاكس 1 الاربعة اهو. هنجيب اف اوف اكس 2 واكس 3 عبارة عن ايه؟ اف اوف اكس 3 اللي هي مين؟ الرقم ده اهو حطيناه هنا، ناقص اف اوف اكس 2 اللي هي مين؟ الرقم ده اهو، على مين؟ اكس 3 اللي هي الخمسة ناقص الاكس 2 اللي هي الستة، طلع بالرقم ده. طيب دلوقتي احنا عندنا الحاجات اللي احنا جبناها دي، هنعمل ايه بعد كده؟ ما بين الاتنين دول هنطرحهم من بعض، مش ده اف وده اف، هجيب ايه؟ الدلتا اللي هي دلتا واي زيرو، اللي عبارة عن ايه بقى؟ اف اوف اكس واحد واكس اتنين ناقص الاف اوف اكس زيرو اكس واحد. تعالوا نشوف الكلام ده كده، اف اوف اكس واحد واكس اتنين جبناها هننزلها هنا، ناقص اللي هي اف اوف اكس زيرو اكس واحد هننزل الرقم ده هنا. تعال نركز بقى في الحتة ديت، النقطة هتبقى عبارة عن ايه؟ مين الكبير هنا؟ اكس اتنين اللي كانت بكام؟ اللي كانت بستة، ومين الصغير هنا؟ اكس زيرو اللي كانت بواحد. تمام. طيب طب هي دي عبارة عن ايه؟ اف اوف ايه يعني؟ هنشوف كده، اكس واحد اكس اتنين اكس اتنين خلاص متكررة، اكس تلات اهو، ده مين ده؟ ده البي اتنين. طيب ما بين ده وده مش دي اف ودي اف، هجيب مين؟ هجيب دلتا، يبقى دلتا ايه دي؟ دلتا واي واحد اللي عبارة عن ايه؟ اف اوف اكس اتنين واكس تلاتة اللي هو الرقم ده هننزله هنا، ناقص اف اوف اكس واحد واكس اتنين الرقم ده هننزله هنا، اكبر حاجة هنا مين؟ الاكس تلاتة اللي كانت بكام؟ كانت بخمسة هننزلها، ناقص مين بقى اصغر حاجة هنا؟ اللي هي اكس واحد اللي كانت بكام؟ اللي كانت باربعة اهو. طيب النقط دي نجيبها ازاي؟ اللي هي اف اوف ايه يعني؟ نشوف هنا اكس واحد واكس اتنين، اكس اتنين خلاص خدناها يبقى اكس تلاتة، اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة اهي. طيب في هنا اف اوف اكس تلاتة واكس اربعة، لا يبقى خلاص كده مفيش دلتا تاني. هجيب ايه بعد كده؟ الدلتا تربيع. دي هجيبها ازاي؟ مش انا عندي هنا دلتا وعندي هنا دلتا؟ هعمل ايه بقى؟ اجيب الدلتا تربيع اللي هي ازاي؟ هطرح الاتنين من دول من بعض، يعني هطرح الاف اوف اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة اللي هي القيمة دي اهي، ناقص ناقص الرقم ده هتبقى زائد اللي هي ايه؟ اف اوف اكس زيرو واكس واحد واكس اتنين اهو، على مين؟ مين اكبر نقطة هنا؟ اكس تلاتة. طيب مين اقل نقطة؟ الاكس زيرو، اكس تلاتة كانت بخمسة واكس زيرو كانت بواحد، طلع بالرقم ده، ده مين ده؟ ده البي 3. تمام. ده اللي هو ايه ده؟ ده اللي هو دلتا تربيع يعني.
طيب احنا قلنا ان احنا البولينوميال اوف ديجري كام؟ 3، اي اخر بي اللي هي بي 3، مفيش بيهات تاني. اروح اكتب بقى الواي بتاعتي اللي هي عبارة عن بي زيرو، بي زيرو زائد البي واحد جبناها بي واحد، واحد يبقى قدام براكت واحد اللي هو ايه، اكس ناقص اكس زيرو، اكس زيرو كان بواحد، زائد البي اتنين خلاص احنا جبناها من هنا ايه، هنحطها اتنين بي اتنين يبقى قدامها اتنين براكت اكس ناقص اكس زيرو اللي كانت بواحد، واكس ناقص اكس واحد اللي كانت باربعة، زائد البي تلاتة اهي هنحطها هنا، تلاتة يبقى قدامها تلاتة براكت اكس ناقص اكس زيرو اللي كانت بواحد، واكس ناقص اكس واحد كانت باربعة، والاكس ناقص اكس اتنين اللي كانت بست اهي. طيب كده جبنا الواي. انا كده جبت ايه؟ انا كده جبت الفت بولونوميال اوف ديجري كام؟ 3. طب هي اللي ان ليها ديجري؟ لا. يبقى انا ده ايه كده؟ في ايرور عندي. يبقى النيوميريكال فاليو اجيبها ازاي؟ مش هو عايز اجيب الناتشرال لوجاريثم عند ln ب2 اعوض الاكس ب2، فين في الكلام اللي جبته ده هيطلع لي قيمه الواي دي نيوميريكال فاليو. طيب احنا قلنا في ايرور، اجيب ازاي الريلاتيف بيرسنتج ايرور عباره عن الاكزاكت روت دي، هجيبها ازاي؟ هتكتب على الاله ln ال2 ناقص النيوميريكال فاليو اللي احنا جبناها هنا دي على الاكزاكت روت، الاكزاكت فاليو اللي انت جبته من الاله، تمام بالمنظر ده، وتضربه في 100 تطلع لك نسبة مئوية. كده نبقى خلصنا آخر محاضرة الحمد لله في النيوميريكال. لو عندكم أسئلة سيبوها لنا تحت في التعليقات.